يبارك لجمهورنا من خلال هالنتيجة الحمد لله. ثلاث نقط مهمين. طبعا بدينا المباراة نحن بشكل يعني يعتبر سيء نوعا ما. خلال الشوط الأول كلياته كنا مانا متوازنين. الشوط الثاني طبعا غيرنا بأسلوب وطريقة اللعب، دخلنا بعض العناصر الجديدة. الحمد لله يعني من بداية الشوط الثاني قدرنا نسيطر على الشوط بشكل كامل. نحن عارفين فريق الطليعة، أسلوب فريق الطليعة على لعب الكرات المباشرة الأمامية الطويلة، معتمدين طبعا هني على المهاجمين وعلى طول القامة. طبعا قدروا مدافعينا بالشوط الثاني يتعاملوا مع الكرات الساقطة بشكل جيد. كان عندنا كثير تحولات سريعة باتجاه المرمى الطليعة، قدرنا نسجل هدف وكان ممكن نسجل يعني أكثر من هدف، بس بنقول الحمد لله ربنا أكرمنا يعني بفوز جيد. طبعا بدي أقول هارد لك للطليعة، قدم مباراة جيدة يعني اليوم، فريق يحترم. طبعا فريق الأقدم هو، بنقول إن شاء الله بالقادمات بيكون فريق الطليعة وضعه أفضل ولقدام بيكون الوضع أحسن إن شاء الله. أول شيء مبروك لجمهورنا ثلاث نقط. طبعا مباراة صعبة كتير كانت، الشوط الأول ما كنا يمكن دخلنا جو المباراة، الشوط الثاني الكابتن اعطانا تعليمات، دخلنا الشوط الثاني الحمد لله رب العالمين استغلينا كره ثابته وسجلنا هدف. كنا ممكن نزيد تسديدا لكلام الكابتن، بس نحن حاولنا الحفاظ على الهدف. طبعا المباراه كثير صعبه، بتلعب مع الطليعة فريق منظم وفريق منيح عنده لاعبين جيدين، الحمد لله رب العالمين. كان اهمنا وهمنا ثلاث نقط اليوم، الحمد لله رب العالمين. عندنا هلا نحن رح ننسى مباراه اليوم احنا والكادر ونفكر عندنا مباراه كاس ثلاثه كمان بحلب، مباراة صعبة. مبروك ثلاث نقاط لأنه جمهورنا الكادر واللاعبين، إن شاء الله القادم أفضل يا رب. إذا قسمنا المباراة لقسمين نحن ما بنستاهل نخسر المباراة. تيدنا الشوط الأول بشكل كتير جيد، وصلنا على مرمى المنافس أكثر من 7 مرات بكرات محققة بالشوط الأول، ما قدرنا نسجل. كنا أفضل بالشوط الأول، وصلوا يعني أنا شبهت بين الشوطين، لعبنا 48 دقيقة، 45 دقيقة فريق الطليعة هو المسيطر على المباراة بكل جوانبه. كرتين مرتدات فقط، واحدة خطرة بالدقائق الأخيرة، كان هذا مجريات الشوط الأول. كنت أفضل أنت من ناحية الانتشار، من ناحية الوصول، من ناحية وصولك للمرمى، لكن النهايات مشكلة. بين الشوطين حكينا بكلمتين اللي هي التركيز التركيز التركيز. موضوع الهدف اللي قلته كرة ثابتة يعني خطأ دفاعي، خطأ تمركز، مع أنه كل لاعب ممسوك بالمان. بدلنا كل العناصر الهجومية اللي موجودين بالفريق، نزلنا كل العناصر اللي بيملك حس هجومي بالشوط الثاني. بالنهاية المباراة أنت صرت تلعب بدك توصل للجول بشكل أسرع، فصرنا نلعب الكرات الطويلة. فريق تشرين تفوق علينا بالربع ساعة الأخيرة بس بموضوع التحولات السريعة فقط لا غير. بالنهاية بتصور أن المباراة ما لازم كنا نخسر، كنا نحن لازم المباراة ننهيها من الشوط الأول، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. على كل حال الكل شاف المباراة، أدينا شوط أول كتير مميز. طبعا الأسبوع التدريبي اللي طلبوا منا الكابتن فراس طبقنا، ولكن هي نتيجة قلة تركيز قلة انضباط شوي تسجل فينا جول. وكل العالم تعرف كرة القدم الفريق اللي ما بيسجل بده يتسجل عليه. الحمد لله رب العالمين، قادم أفضل إن شاء الله.